وعن تطورات وتداعيات الأوضاع في غزة واستمرار الاحتلال في عملياته العسكرية في مدينة رفح، ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية عبد المجيد شديد، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة، وينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة عضو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج لفلسطيني الخارج أنس الحاج. مرحبا بكما في بانوراما الرافدين. أبدأ معكم أستاذ عبد المجيد. عشرات الضحايا خلال 48 ساعة بقصف للاحتلال استهدف خيامهم في مدينة رفح، ولكن ما دوافع الاحتلال من وراء استهداف النازحين؟ ما الذي يريده تحديدا؟ تحية لك ولجميع ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين، والرحمة لأرواح شهدائنا الأبطال، والتحية للمقاومة التي تصدر أروع ملاحم التحدي والصمود. الاحتلال الصهيوني من اللحظة الأولى للهجمة الصهيونية والإبادة الجماعية على قطاع غزة يحاول الضغط على المقاومة الفلسطينية، لأن الاحتلال يعلم بأن أثمن شيء عند المقاومة الفلسطينية هي أرواح الأبرياء والعزل، ويحاول الضغط على المقاومة يعني قصف الأماكن المكتظة بالسكان لإسقاط أكبر عدد من الشهداء للضغط على المقاومة الفلسطينية. هذا يعني من ناحية الجزء الأول للضغط على المقاومة، ولكن يعني الرد الذي كان من المحكمة على القرارات التي صدرت من المحكمة الدولية من أجل مدينة رفح، اليوم كان الرد سريعا من الاحتلال الصهيوني. في نفس اليوم ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة، بل عدة مجازر في خيم النازحين، وعندما يعني أعطى إشارة إلى النازحين إلى التوجه إلى هذا المكان، وقال لهم بأن هذا المكان هو مكان آمن، وجعل المواطنين العزل أن ينصبوا خيامهم ويجلسوا داخل خيامهم ويؤمنوا، قاموا بقصف النازحين وقصف خيم النازحين. هي جريمة حرب تضاف إلى جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال ضد أهلنا العزل والأطفال في قطاع غزة. كان رد الاحتلال على قرارات المحكمة الدولية، لذا من الضروري جدا اليوم تطبيق هذه القرارات عمليا على الأرض، ووقف الإبادة الجماعية على أهلنا وأحبتنا في قطاع غزة. المحكمة أصدرت قرارات، عدة قرارات، ولكن جميعها حبر على ورق، لم نرى أي تطبيق على أرض الواقع، ونرى رد الاحتلال الصهيوني يضرب. أستاذ عبد المجيد، سنأتي لهذا الموضوع، خاصة أن المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة يعني كشف عن نية المجموعة العربية بتقديم مشروع قرار بشأن غزة، ولكن أستميحك عذرا، دعني أنتقل إلى الأستاذ أنس. أستاذ أنس مرحبا بكم. يعني الأمم المتحدة أعلنت مقتل ما لا يقل عن 200 شخص بالهجمات على مخيم النازحين في رفح، برأيكم يعني هل يمكن إيقاف هذه الإبادة الجماعية؟ هل لدى الأمم المتحدة أي دور لتلعبه في هذا الصدد أستاذ أنس؟ حياك الله أستاذ الكريم ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. طبعا يعني بداية أنا أبدأ من عند ما انتهى ضيفك، قال أن رغم الأمر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح فورا، إلا أن الكيان الصهيوني ضرب عرض الحائط بهذا القرار، وارتكب عدة مجازر مثل ما قلت، أنه جاء على لسان مسؤولة أممية أن العدد تجاوز 200 شخص. طبعا احنا ما بنعرف عدد الشهداء حتى الان بسبب تعطل المستشفيات في رفح ووجود العديد من الاصابات الحرجه التي حتى الان يعني لم تتلقى العلاج، ووجود عدد من الشهداء تحت الردم. احنا كما عهدنا من الاداره الامريكيه انه هي تبادر بادعاءات باطله مستفزه لشعبها اولا ثم لجميع شعوب العالم، تخرج متحدثه يعني خرج متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إنه إسرائيل حتى الآن لم تتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس بايدن. يعني هذا تصريح استهتار واستخفاف من الإدارة الأمريكية بأرواح المدنيين وتواطؤهم، لكن إحنا نقول إنه هذه التطورات التي تحدث من المندوب الدائم في الجزائر، والتطور المهم اللي حصل اليوم في المسار القانوني، وهو ما جاء على لسان مندوبة جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، قالت
انه محكمه العدل الدوليه اقرت حق الفلسطينيين في الحصول على الحمايه الدوليه. هذا تطور جديد، وطالبت ايضا مجلس الامن الدولي بتفعيل احكام محكمه العدل الدوليه. لن يوقف هذا اسرائيل في ارتكابها للمجازر، ولن تستطيع الامم المتحده ايقاف اسرائيل، لكنها تضعها في الزاويه وتفضحها امام العالم. وكل يوم يمر على هذه المجازر التي تقترفها إسرائيل هو غوص في مستنقع الوحل الذي يعني جابته إسرائيل لنفسها، وهروب المتعاطفين معها وسقوطهم واحد تلو الآخر. بدأنا نرى ذلك في بعض الدول الأوروبية، وجدنا الآن في مبادرات من الدول العربية، في مبادرات من أمريكا اللاتينية، كلها تصب في مكان واحد، وهو التخلي عن إسرائيل ووضعها في الزاوية كبلد تقوم بجرائم حرب منذ 7 أكتوبر. أستاذ أنس، على ذكر المتعاطفين مع الحكومة الإسرائيلية المجرمة، شبكة CNN كشفت استخدام إسرائيل ذخائر أمريكية بهجومها على مخيم نازحين في رفح. كيف يمكن قراءة ذلك؟ هل سيؤثر ذلك على إرسال الأسلحة الأمريكية للاحتلال في المستقبل؟ صحيح، مثل ما قلت، ونوضح للأستاذ المشاهدين أنه فعلا شبكة CNN الأمريكية أكد خبراء فيها، خبراء أسلحة بعد فحصهم للقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه الكيان الصهيوني استخدم ذخيرة أمريكية الصنع في هذه المجازر التي ارتكبت بحق النازحين في رفح. نعم. شوف أخي، من أول الحرب، من أول 7 أكتوبر وهذه الإبادة الجماعية، أمريكا متواطئة مثل ما إحنا بنقول من ساسها لراسها. أمريكا هي شريكة في هذا العدوان على غزة. أمريكا رافضة أن تقف في وجه الثور الصهيوني الهائج، ورافضة أن تثنيه عن استمرار ارتكاب جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة. لذلك نحن نرى، وجميع العالم بدأ يرى، أنه أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، لديهم أهداف واحدة، لديهم أجندة واحدة، هي القضاء على المقاومة الفلسطينية، مع العلم أنهم باتوا يعني يعدمون تمام العلم أنهم لن يستطيعوا القضاء على المقاومة، وبإذن الله سيندحروا وتبقى المقاومة صامدة بإذن الله. من الدوحة عضو المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج أنس الحاج، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. تأخرنا عليك أستاذ عبد المجيد، نأسف لذلك. أستاذ عبد المجيد، المندوب الدائم للجزائر في الأمم المتحدة السيد عمار بن جامع كشف عن نية المجموعة العربية تقديم مشروع قرار بشأن غزة يحث الجميع على أن يتحملوا المسؤولية إزاء هذه المجازر التي تحدث في قطاع غزة. ما دلالات ذلك؟ هل سيغير شيء على أرض الواقع من وجهة نظركم؟ يعني نحن نثمن أي موقف داعم للقضية الفلسطينية ومن أجل الوقف العدوان والهمجي والصهيوني على أو الإبادة الجماعية على أحبتنا في قطاع غزة. ولكن يعني اليوم الذي تبين بأن الاحتلال الصهيوني لا يأبى لأي قرار مكتوب على الورق أو لأي قرار يصدر شفهياً، نريد أي قرار يصدر يعني أن يكون له داعم ويطبق على أرض الواقع بالقوة. هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة. نعم يحاصر، ممكن يعني يصدر بعد قرارات بمحاكمة بعض قيادات الكيان الصهيوني التي ترتكب الإبادة والمجازر، ولكن يعني أمريكا تدعم بعض القرارات في المستقبل القريب لإلغاء هذه القرارات في المحاكم الدولية. وايضا راينا يعني الفيتو التي يستعمل دائما في اي قرار عند امريكا، التي هي ايضا شريك، هي الشريك وهي يعني في الاباده الجماعيه على قطاع غزه من اللحظه الاولى. تحدثنا وقلنا امريكا هي الشريك الوحيد، يعني شريك وبعض الدول الاوروبيه وللاسف بعض حكام الدول العربيه هم شركاء في الاباده الجماعيه على قطاع غزه. ولكن تاتي اليوم محكمة العدل الدولية رغم أنها ساوت بين الضحية والجلاد، عندما أيضا في ضمن قراراتها يعني أصدرت بعض قرارات لقادة المقاومة الفلسطينية وما أكثر من 50,000 شهيد، ويصدر قرار بمساواة بين الجلاد والضحية. اليوم أيضا هذه يعني قرارات، رغم يعني أنها لن ترتقي هذه القرارات بالمستوى المجازر التي يقوم بها الاحتلال، إلا أنها اليوم أيضا عرت الاحتلال الصهيوني
ومجازر الاحتلال الصهيوني التي يقوم بها ضد أبناء غزة. الاحتلال الصهيوني كانت أمريكا دائما تروج في إعلام الغرب وتحاول زرع يعني بأن الضحية هي كيان الصهيوني وإسرائيل. اليوم قررت المحكمة يعني عدلت من هذه من هذا الإعلام الجائر الذي كان بعض مرات يضلل في بداية المعركة عندما صدر أمريكا يعني رددت يعني مقولة الاحتلال الصهيوني بأن المقاومة الفلسطينية قتلت النساء واغتصبت النساء والأطفال، وكان هذا غير يعني نهائيا ما في منه، لأن المقاومة تطبق الشريعة الإسلامية. وأكبر دليل الأسرى الذين كانوا بيد المقاومة الفلسطينية وخرجوا في بداية المعركة عندما بعض الأسرى الذين وصلت المقاومة والوسيط والاحتلال إلى بعض يعني إلى اتفاق وأخرجوا الأسرى عن طريق صفقة مشرفة، قاموا أو تحدثوا وقالوا عن الطريقة التي كان تتعامل بها المقاومة الفلسطينية بأنها يعني كانوا يمدحون بالمقاومة ويتحدثون يعني شيء يرفع الرأس عن المقاومة بالمعاملة التي كانت تتعامل بها الأسرى الصهاينة، وهذا أكبر دليل على المقاومة الفلسطينية. طيب التي عبد المجيد، هناك تحولات جذرية حدثت في بعض الدول الغربية على سبيل المثال وليس الحصر. المندوب الفرنسي في مجلس الأمن الدولي طالب تل أبيب بوقف هجومها العسكري على رفح وفقا لأمر محكمة العدل الدولية. كيف يمكن أن نفسر هذا التحول من قبل باريس التي كانت تدعم الحرب الإسرائيلية قبل أسابيع قليلة؟ كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني اليوم مطلوب من الجميع أن يأخذ قرار يعني من أجل يعني الضغط على العدو الصهيوني من على وقف الإبادة. يعني قرار فرنسا جاء بعد التكشف والذي يحدث اليوم بدأ من محكمة العدل الدولية، وأيضا ما يحدث اليوم من إبادة جماعية في قطاع غزة. المجازر الذي تراها فرنسا يعني في البداية كانت ممكن ترى من عين واحدة، الآن أصبحت ترى بعينها الثنتين ما يحدث في من الاحتلال الصهيوني من إبادة، وهذا الذي أجبر فرنسا. وأيضا المسيرات العارمة التي خرجت في الجامعات في أمريكا وفي الدول الأوروبية عندما خرجوا أيضا ليناصروا القضية الفلسطينية من الذين خرجوا عن صمتهم، لم يقدروا أن يروا هذه المجازر المروعة في ضد المدنيين العزل في قطاع غزة ويسكتوا. فجميع كثير من الدول أيضا التي اعترفت بدولة فلسطين، رأينا في الأيام الماضية أيضا هذه ثمرة صمود المقاومة وصمود أبناء شعبنا في قطاع غزة اليوم تكشف زيف هذا الاحتلال وتكشف إجرام هذا الاحتلال ونزية هذا الاحتلال. ونحن نقول بكل يعني ونحن واثقون جيدا بأن الكيان الصهيوني وإسرائيل هي صنيعة أمريكية، وهم لن تتخلى أمريكا عن يعني هذه الصنيعة، هي ابنتها في المنطقة وستبقى تدعمها، رغم أننا نسمع في الإعلام بأن يعني أوقفت بعض الضغط على الاحتلال، أوقفت بعض صفقات السلاح ووعد طائرات السلاح، ولكن كله إعلاميا. ما نراه اليوم في المجرى الأخيرة هي من صنع أمريكي وصنع يعني أسلحة أمريكية. وعندما يتحدث بأننا يعني خرجت الإدارة الأمريكية يوم أمس وقالت بأن لم تصل إلى يعني الخط الأحمر بعد 50,000 شهيد، نتحدث عن 50,000 شهيد ودمار كامل للبنية التحتية في قطاع غزة، لم يبقى منزل آمن حتى أن يسكن به أهل غزة. ذكرتم في كلامكم أستاذ عبد المجيد، ذكرتم في كلامكم أن هناك تظاهرات حاشدة خرجت في الولايات المتحدة وأيضا الدول الغربية تندد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة. يعني برأيكم كيف سينعكس ذلك على قرارات الدول الأوروبية وعلى قرارات الولايات المتحدة؟ هل ستغير من نمطها، أنا أقصد هنا الولايات المتحدة، في المرحلة المقبلة تجاه القضية الفلسطينية وتجاه أهالي قطاع غزة؟ يعني اليوم المطلوب أيضا زيادة هذه المسيرات. عندما نتحدث عن انتفاضة وعن معركة تدور بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الصهيوني، اليوم هذه المظاهرات في الجامعات الأمريكية تعادل يعني هذه المعركة، لأن نحن نعلم جيدا بأن الجامعات يعني قادت انتفاضات، والجامعات قادت غيرت منظومات سياسية، وهذا ما يخشاه اليوم تخشاه أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي بدأت تتراجع. بعض الدول الأوروبية بدأت تتراجع ويعني تدين وتضغط على الاحتلال الصهيوني خوفا من تصاعد هذه المظاهرات في مدنها وعواصمها. واليوم يعني المطلوب أيضا من الطلاب وأحرار الأحرار في الجامعات إن كانوا عرب أو مسلمين أو
كل الأحرار الذين يتضامنوا مع القضية الفلسطينية ويتضامنوا مع الشعب الفلسطيني المظلوم أن يصعدوا من هذه المظاهرات والضغط على الإدارة الأمريكية النازية التي الآن تكشفت أيضا للجميع بأنها هي أيضا من تدعم الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وهي أيضا ليس فقط بالسلاح وأيضا في مظلوم في في, في 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 القرارات السياسية وفي المحاكم التي تحاول تعرية الاحتلال الصهيوني. يذهب هذا الأمريكي والإدارة الأمريكية إلى يعني رفع الفيتو واستعمال الفيتو من أجل استمرار هذه الإبادة والإبادة الجماعية على قطاع غزة. عبر سكايب من الضفة الغربية عبد المجيد شديد، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة، شكرا جزيلا لكم.